جولتنا في صحف أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين مع يومية كلارين التي توقفت عند الجدل الذي أثاره القرار الصادر عن المحكمة العليا لصالح الحكومة المستقلة لبونوس آيرس بشأن دعوى قضائية تم رفعها قبل سنتين ضد الحكومة الوطنية على خلفية اقتطاعات من أموال تحصيل الضرائب الفيدرالية المخصصة لحكومة المدينة وللأقاليم الأرجنتينية. وفي البيرو أشارت يومية الرسون للأزمة الدبلوماسية بين البيرو والمكسيك بعد أن أعلنت ليما السفيرة المكسيكية لديها شخصا غير مرغوب فيه وطلبت مغادرته البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك على خلفية ما وصفته السلطات البيروفية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي البرازيل ذكرت غلوبو أن الرئيس المنتخب لويس إغناسيو لولا دا سيلفا أعلن عن 16 اسما من وزرائه المقبلين، وعهد بوزارة الصناعة والتجارة إلى نائبه المقبل جيرالدو ألكمين. وأعلن لولا الذي سيؤدي اليمين الدستورية في فاتح يناير المقبل أعلن أنه سيرفع عدد الوزارات إلى 37 وزارة مقارنة ب 23 في حكومة الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو. وفي شيلي ذكرت صحيفة ذا تايمز أن وزيرة الخارجية أكدت في بيان صحفي أن شيلي سترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لديها في فلسطين، وذلك تبعا لإعلان الرئيس غابرييل بوريتش عن افتتاح سفارة في فلسطين في ظل حكومته.